طب جميل، بيبررها ازاي دي؟ يعني لو حتى لو مشاهد بسيطه بيعرضها مثلا لقتل اطفال، بيبررها ازاي الاعلام؟ يعني واحنا بنتكلم دلوقتي عن مستشفى المعمداني، في البدايه طلعوا بالفعل زي ما كانت جمانه بتقول وتنصلوا من ده وقالوا ان ده صاروخ اطلق بالخطا من المقاومه فاصاب المستشفى، وبعد شويه شفنا التصميم اللي هم عاملينه ده وان في اسفل المستشفى في دور كامل تحت فيه مراكز للقياده وان حماس بتطلق عملياتها من هذا المكان، فالاعلام بيبرر ده ازاي؟ نقول الأول يا فندم، الإعلام الغربي تناول الحادثة منذ 7 أكتوبر إزاي؟ أولا لما حركة حماس اخترقت الجدار الواقي لإسرائيل واللي المفروض ما فيش يعني نملة تعدي من عليه دون أن ترصد ويتعامل معها فورا يعني أكبر الأجهزة في إسرائيل، تدخل حركة حماس وعلى مدار 6 ساعات تعمل كل اللي هي عايزاه من رد فعل. لازم نبين للعالم بقى هنا التناول في الإعلام الصحيح، ما قامت به حماس هو رد فعل للاغتيالات والانتهاكات التي تحدث من إسرائيل على مدار عشرات السنين الماضية. فهنا الغرب لما صور الواقع على إنها إرهابية، لكن في الواقع ده رد فعل لكل ما يحدث من اغتيالات من الجيش الإسرائيلي في غزة خلال السنوات العشر الماضية. هم ما بينقلوش الحقيقة، المفروض بقى على الإعلام العربي إن هو يوضح كل هذه الحقائق. من سنة 47 وغزة بيحصل فيها انتهاكات، سنة 78 طلعت حركة حماس في 40 سنة، طب ال 40 سنة دول راحوا فين؟ يعني حركة حماس عمرها والضفة الغربية ما فيهاش فيها حركة حماس، ما فيش فيها حركة حماس بالظبط. ال 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 الحاجة الثانية صوروا طبعا للغرب ان دي عمليات إرهابية ضد الشعب الإسرائيلي الأعزل، نقلوا وزيفوا الحقائق بشكل كامل وأقنعوا الشارع الغربي بأن إسرائيل تدافع عن نفسها وأن دي عمليات إرهابية تتم على أرضها، وده عكس الحقائق تماما. لم يصوروا ولم يشرحوا كل ما حدث من الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال السنوات الماضية. على الإعلام أنه هو ينشر الحقائق دي ويقول اتفاقية أوسلو راحت فين، اللي عرفت بإعلان المبادئ اللي وقعت عليها إسرائيل وفلسطين في 93، وحددت دور كل دولة وحق كل دولة في أنها تعيش في أمان ولها حدودها. لما تخترق إسرائيل هذه الاتفاقية المهمة يبقى ما فيش اتفاقية كامب ديفيد بقى اللي وقعتها مع مصر، ولا الاتفاقية اللي وقعتها مع الأردن. إسرائيل بتنتهك كل الاتفاقيات الدولية على مرأى ومسمع للجميع، لكن هم شاطرين جدا في إن هم يقودوا إعلامهم نحو إن هم يحققوا هدفهم ويوصلوا للشارع وجهة نظرهم إن هم صح وإن هم بيشتغلوا لصالح دولتهم وللدفاع عن شعبهم بشكل أو بآخر. على الإعلام العربي بالكامل إنه لابد أن يعي هذا وإنه يشتغل ويوضح وجهة النظر الصحيحة. إحنا إعلامنا الإعلام المصري كان ناجح جدا خلال الفترة اللي فاتت في نقل الأحداث وتصويرها بشكل يعني كبير، بانحياز كامل للشارع وما يحدث في الشارع دون انحياز لأي طرف من الأطراف. عفوا، يعني هنيجي نقول نظرة الإعلام، قمة القاهرة مثلا للسلام اللي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة دي مثلا غطتها 48 وسيلة إعلام أجنبية ما بين قنوات فضائيات صحف. بصراحة ده نجاح كبير للإعلام المصري عندما تحضر 48 وسيلة إعلام أجنبية لتغطية حدث هام زي ده، يبقى وسائل الإعلام دي نقلت الحقيقة كما هي، نقلت كل ما يقال كما هو. لكن لو ما حصلش ده بتلاقي وسائل الإعلام الغربية بتحرف الواقع وبتنقل اللي على مزاجها بس وتسيب اللي على مزاجها. اللي أنا عايز أقوله هنا، لابد على الإعلام العربي إنه يكون فيه اتحاد، وده أنا يعني بشوف من وجهة نظري إنه حان الوقت أن يكون للإعلام العربي كيان إعلامي عربي واحد يتحد فيه ويكون ليه رؤية موحدة وخطاب إعلامي موحد يخاطب به العالم عشان يقدر يغزو به فكر العالم كما تفعل إسرائيل ومن وراءها أمريكا في السيطرة على عقول شعوب الغرب باستخدام الإعلام.